نوصيكم وصية، عمركم تجربوا أي حاجة فقط من أجل الفضول، وخصوصا اللي كانت كتعلق بالعالم الآخر. مرحبا بكم في قناتكم بلاك ستوري. بغيتكم تدعموا القناة بلايك واشتراك قبل ما نبدأ القصة ديالنا، لأنه الدعم ديالكم شوية ناقص، ولكن ماشي مشكل. القصة ديالنا اليوم غادي تكون ممتعة، وبالزمنكم غادي تديروا لايك وغادي تخليوا لي شي تعليق زوين بالرأي ديالكم. يلا نبداو القصة. أنا سارة، من عشاق كتب السحر وأي حاجة كتعلق بالعالم الآخر، أي حاجة فيها رعب، أفلام، قصص، كتب، كتلقاني أنا الأولى مهتمة بيهم. حاليا كنعيش بأمريكا، وكنحاضر من دولة الإمارات العربية المتحدة. وهاد القصة اللي غادي نعاود لكم وقعت ليا في الفيلا ديال العائلة ديالي بالإمارات مع الطيش ديال الصغر. واحد النهار كنت كنقرا في الكتاب ديال السحر، وقلت علاش لا ما نجربش شي حاجة من هادوك طلاسم اللي مكتوبين، واش حقيقة ولا خيال. وهذا الشي كامل غير من باب الفضول ديالي، بغيت نكتشف العالم الآخر اللي كنسمع عليه واش حقيقة. غادي نتصل بالصديقة ديالي سمية، وعقلو مزيان على سمية اللي كانت هي الصديقة المقربة بالنسبة ليا بحال الأخت ديالي. وحتى هي كانت بحالي كتعشق القصص ديال الرعب وأي حاجة كتعلق بالعالم الآخر. غير قلتها ليها وهي تطير بالفرحة، قالت لي هي الأولى. دخلت أنا وياها اليوتيوب وبدينا كنبحثوا على أنواع السحر اللي عندنا في الكتب باش نبداو في عملية التطبيق. هنا غادي نطيحوا على واحد السحر اللي خطير، اللي هو سحر الفودو. سحر الفودو اللي معروف عند الدول الإفريقية، واللي ما عرفش سحر الفودو هو سحر الدومة. كيتصاوب واحد الدمية من القماش أو من الورق، وكتبدأ تقرأ عليها بعض الطلاسم كما غادي تشوفوا معايا في القصة ديالي. ولكن بكل صراحة هذا الفضول ديالنا كان غادي يخرج علينا ويدمر لينا حياتنا. بحكم الشروط اللي في الكتاب خاصني واحد البلاصة اللي خاوية وتكون مظلمة. هادشي علاش اختاريت انني ما نديروش في الغرفه ديالي او لا وسط الفيلا. اختارينا اننا نمشيو لواحد الغرفه عندنا غير مسدوده ورا الفيلا، جات معزوله في الجرده ما كيدخل ليها حتى واحد. كنديروا فيها غير داكشي ديال الكراكيب اللي كتكون ملايقه لحتى حاجه، كما كنقولوا البيت ديال الباجاج. دابا غادي ندخلوا في المعقول وغادي نبداو في التطبيق ديال السحر ديالنا. اللوازم ديال السحر مكتوبين في الكتاب. خاصني شمعه وخصلات من الشعر ديال الضحية اللي هي اختارينا تكون سومية، وبعض الزيوت، وبعض الأوراق، قلم أحمر، وشي حويجات أخرين ما كيلاش نذكرهم. خديت الكتاب ديال السحر وبديت كنقول داكشي اللي مكتوب وكنرسم، واخا أنا ما فاهمة والو من داكشي. علاش كيصلاح؟ علاش كيليق؟ هادشي باش تقال بعد المرة والعقل مزيانين كينفعوا، بعد المرة قلت العقل كتخرج على بنادم. مهم في الكتاب طالبين انني نصوب دمية من الورق على شكل ديال جسد انسان. صوبتها وصوبت على الراس، اليدين، القدمين ديالها، وانا كنضحك انا وسمية، ولصقت هذوك الخصالات ديال الشعر ديال سمية في الراس ديال الدمية. وهنا غادي ندخلو صح. بديت كنقرا في التعاويد من كتاب السحر على الدميه بصوت مرتفع ومخيف غير باش نحسو بالاثاره. وقبل ما نبدا القرايه صوبنا لوحات كبيره مرعبه كما مطلوب منا في الكتاب، فيها كلمات من كتاب السحر بلون الدم، وفيها مجسمات مرعبه، الوجوه ديال الشياطين. ورسمنا مجسمات مخيفه باشكال اشباح سوداء بعينين حمرين، وضعنا سكاكين حقيقية في النجمة السداسية. داكشي اللي مذكور في الكتاب درناه بالتطبيق المومي. ما كناش عارفين أن سحر الفودو هو من أشرس وأخطر أنواع السحر. ودابا غادي ندخلوا في المعقول ديال بصح، ونبداو التجارب ديالنا ونشوفوا أشنو غادي يوقع كاع. شديت الدمية الورقية اللي صوبت بين يديا، وبديت كنقرا عليها بعض الطلاسم المكتوبة في كتاب السحر
بصوت عالي، وبعدها خديت إبرة وغرستها في ديراع الدمية وأنا كنضحك. واحد اللحظة حتى كنسمع الصرخة ديال صديقتي سمية، واحد الصوت عالي شفت فيها وأنا مخلوعة، وفي راسي عدة تساؤلات: وكيفاش هادشي؟ وأشنو وقع؟ واش بصح هادشي صدق حقيقي؟ وقلت ليها: مالكي؟ جاوبتني وهي كتبكي بحرارة وكتقول لي: راه شي حاجة دقاتني في دراعي بالصح وبالجهد بنفس الطريقة اللي درتي للدمية. تما تخلعت أنا وياها وتأكدت أن السحر اللي درنا صدق حقيقي. وليت شادة المونيكا وخايفة، واعتذرت من سمية وطلبت منها تبات معايا داك النهار حتى للصباح، لأنني بكل صراحة كنت خايفة توقع ليها شي حاجة. قررنا أننا نخليو كل شي ونمشيو ونعسو بقوة الخلع على شداتنا. الحاجة الوحيدة اللي ديت معايا هي ديك الدمية اللي صوت، لأنني كنت خايفة توقع ليها شي حاجة وتآدى سمية. ديتها وخزنتها في البلاكار ديالي وسط الحويج، وتكيت باش نعس أنا وسمية وفراسنا بزاف ديال التساؤلات على هادشي اللي وقع. واش غير صدفة ولا بالصح حقيقة؟ وصلت 3 بعد منتصف الليل، كنتفاجئ بسمية كتفيق فيا وهي مخلوعة، وجهها صفر نقطة ديال الدم مبقاتش فيه. قلت ليها: مالكي فايقة في هاد الليل؟ قالت لي: راني كنسمع الغوات والمواء ديال القطط جاي من هذيك الغرفة اللي عندكم في الجردة اللي درنا فيها هذوك الأعمال السحرية. هبط أنا وسمية باش نشوفوا أشنو واقع، وإحنا كنترعدوا من الخلعة. مع حليت الباب كنلقى كل شي مرون وكل شي طاح في الأرض، وغير شعلت الضوء كنلقى قطط سوداء وعينيهم حمرين دايرين بالبيت كامل. تخلعت أنا وسمية وغوتنا وهربنا للدار. طلعت نيشان الغرفة ديالي ومشيت باش نتخلص من هذيك الدمية الملعونة اللي دايره لينا هادشي كامل، واللي أنا السبب في هادشي. جبت الدمية وانا نقطع ليها الرجلين ديالها وبديت بغيت نفصلها، وانا كنحاول نفرقها كامله حتى لقيت سمية طاحت في الارض وهي كتغوت من شده الالم. وملي مشيت نشوفها لقيتها مهرسه من رجليها. بديت كنغوت من كثره الخلعه اللي فيا بسبب هادشي اللي وقع لينا، وفقدت الام ديالي والاب ديالي واتصلنا بسياره الاسعاف. عائلتي ما فهموا حتى حاجه. مهم دينا سمية المستشفى، وأنا عاودت الأب ديالي كل شي داكشي اللي وقع، وعلى السحر اللي درت، وعلى كل شي داك اللعبة اللي لعبنا وصدقت حقيقية. الأب ديالي وبخني بزاف وندمني على النهار اللي تزاديت فيه. وهنا كانت سمية مسكينة هي الضحية، لأننا كنا باغين غير نضحكو صدقنا دايرين أكبر مشكلة في حياتنا. الأب ديالي غادي يتصل بواحد المعالج بالقرآن، وغادي يجي عندنا للدار وغادي نعود ليه القصة من الأول حتى الآخر، وغادي نعطيه هذيك الدمية الملعونة اللي غادي يبطل السحر اللي فيها بالقرآن وبالماء المرقي. والحمد لله أنها خرجت سالمة، وكانت هنا الضحية هي سمية اللي تمحنت بزاف بهذيك الهرسة اللي تهرست من رجلها، ولكن الحمد لله أنها دازت سالمة وخرجت على خير. لأنه كان بعض المرة لما كتخرج القضية بحال هكا، كي اللي كيجرب كتب السحر وكيتأدى أدى اللي يقدر يؤدي به للوفاة. شحال من واحد انتحر، شحال من واحد كتشوفوه ضايع مسطي في الزنقة، إما بسبب سحر أو بسبب أنه قرأ كتب وطبق بعض طلاسم وانقلبات ضد دياله. بزاف ديال الناس غادي يسمعوا القصص ديالهم، وغادي يكونوا قصص كتيرة في قناتنا، واللي عنده أي قصة بحال الشكل وقعت لي في حياته الشخصيه يقدر يشاركها معنا في تعليق او لا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي ديالنا، وحنا غادي نسردوا القصه ديالكم في القناه ديالنا. المهم القصص ديالنا كتكون للعبره باش حتى نتوما تكونوا على بال وما تجربوش اي حاجه وما تقراوش اي كتاب، خصوصا كتب السحر. وهنا غادي نكون وصلت معكم لنهايه القصه، وغادي نقول لكم شكرا لكم على المشاهده وعلى الدعم ديالكم، وما تنساوش هذيك لايك صغيره راه ما غادي تخلصوا عليها حتى حاجه. يلا هنا غادي نقول السلام عليكم.